الزيتون شجرة مباركة. محمد كان عضو الأقصى بالزيت الزيتون، وبارك الله من زرعها وبارك الله من طال زيتها. الزيت هو الأصل، هو شديد العظام، هو أكله لبعده أكل. يعني صحن الزيت بصحن الزعتر تفطر فيه أغنى من اللي بتاكليه. هذا اللي تراث فلسطين، زريعة فلسطين اللي هي الزيتون. النخل عمرها ما طلعت أي نخلة، أول نخلة طلعت في فلسطين اللي هي في بيت ملحم اللي مريم ولدت تحتيها. فلسطين ما بتتدشرش. القدس الصخرة، لما الرسول إجا وسعد لسبع السماء، ومن وين طلع؟ مش طلع عن القدس؟ ليش الرسول ما طلع عن مكة؟ ليش الرسول ما طلع عن مصر؟ ليش ما طلع عن المغرب أو من البلاد البعيدة؟ ليش إجا للقدس؟ جابوا ربنا وسعدوا لسبع سماء.